البشره الدهنيه هنبدا فيها ازاي بقى؟ العنايه طيب. بيها ازاي؟ البشره الدهنيه 80% من المصريات بشرتهم دهنيه. اوكي. وبقول لهم مبروك لان البشره الدهنيه بتحافظ على نفسها كتير جدا. يعني بتستحمل الشمس بتاعتنا، بتستحمل الجو بتاعنا، بتستحمل كمان التجاعيد بتطلع فيها متاخر شويه عن أيوة. البشره الجافه. صحيح. وده نلاحظه دايما الاجانب، نحس ان هم شكلهم اكبر من سنهم، بيعجزوا بسرعه. بالظبط كده. لا المصريين بس اكتر البلوندات. يعني البلوندات بيبان عليهم السن، مش عشان لون الشعر يا جماعه، عشان لون البشره. لون البشره نوعها، نوعيتها هي كمان بتبقى سموس كده. احنا بشرتنا شويه جديده بتستحمل معانا المصريين. فده ظريف، بس ليها شويه عيوب تانية. لما نيجي مثلا نحط ميك اب بنلاقي الموضوع بقى سخيف، بعد مثلا ساعه بنلاقي بشرتنا زيتت، بتلمع، في مسام بتبقى باينه. كل الحاجات دي غلسة، بس ليها شوية حاجات بسيطة جدا بتتعمل بتخلي بشرتنا very smooth وتدينا المظهر الكويس وما تزيدش غير بعد ساعة ساعتين. المسام الواسعة اللي هي بتضايق بنات كتير قوي. صح. في من ليها علاج ليزر لو الموضوع قوي قوي، يعني لو المسام كبيرة وكتيرة. عارفة أكتر حاجة بلاحظها في اللي عندهم مسام مفتوحة أو مسام واسعة، الحتة الحوالين الأنف. أيوة. بالحته دي يعني الحته دي بالحته دي، هو دول البورز بتبان فيهم. بالزبط. او المسام الواسعه بتبان فيهم اكتر حاجه، وفي مقدمه الوش يعني ما ينفعش يستخبوا، ما ينفعش تنزل قصه مثلا. لا لا لا، وعلى فكره هنا كمان يعني يمكن الدهون اكتر كمان بتبان هنا. واو. التي زون المناخير بالقوره، بكمان الخدود بتبقى باينه فيها قوي المسام الواسعه، وبتبوظ الميك اب. الليزر يعالج البورز. الليزر دي بيعالج لما الموضوع يبقى مرضي شويه. احنا النهارده هنتكلم لو الموضوع طبيعي، عايزين طبيعي زياده عن الطبيعي شويه، عايزين نداري وعايزين ما نبوظش الميك اب وما نفضلش طول الوقت بودريرة وندخل الحمام. بالظبط. الايفنت كلها بيبقى البنات كلهم في الحمام قاعدين يظبطوا الميك اب.